نتمنى يكون غير خير ان شاء الله، دابا فوق قدام ان شاء الله، نتمنى يكون غير خير ان شاء الله. ثلاثه تقرا، واحده في الخامس وواحده في الثالث، واحده في التحضيري، نتمنى يكون غير خير ان شاء الله، دابا قدام ان شاء الله. يتفاهمت الحكومه مع النقابه مزيان الحمد لله ان شاء الله، يكونوا التلاميذ ما يضيعوش الحمد لله. طبعا نكون فرحانين لان وليداتنا دابا هنا، انا عندي في السادس لان مجيء الموحد، فهمتي؟ وش شغلك، الفرحه لا توصف، لان التلاميذ كيضيعوا العام النص ديالو، والحمد لله اللي تفاهموا، وهذا هو شنو احنا بالنا مع الموحد، واش غيعملوا لهم الموحد؟ كاين كل واحد باش كيستفتي علينا، واش كاين الموحد ولا غيخرجوا عاود سنه بيضاء ولا ما عرفناش. دابا حنا كل واحد واش كيلغي، دابا الحمد لله كنطلبوا منهم يكون موحد ويسير هذا الشيء، المسيرات زعما التلاميذ راهو معوطين، وهذا ما عندنا. دابا فرحانين التلاميذ كاملين فرحانين الحمد لله. اليوم رجعوا الوليد المدرسه ونطلبوا الله يبقى الشيء مستمر ويكون الحال على ما يرام ان شاء الله باذن الله، ونطلبوا الله الحكومه تفهم مع الاساتذه وهذا الشيء ما كان، فهمتي؟ باش كل واحد يكون الضمير ديالو مرتاح. العودة عوفة الثلاث شهور هذه، ونطلبوا الله يتعودوا في هذه الايام المقبله ان شاء الله باذن الله. الامتحانات ديالهم ونطلبوا الله النجاح. كنتمنى ان شاء الله العيل الاولاني باقي في التحضيري، كنتمنى يقرا، وكنتمنى هذه الفرحه فرحنا كاملين الامهات، والحمد لله كنتمنوا الخير من هنا لقدام ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء ما نقول لكم، الحمد لله المدرسه ديالنا ما كنسخاوش فيها، من اللي كيقولوا لنا ما كاينش القرايه والله ما كنسخاو بهم، الاساسيات ديالنا الشيء اللي كنتمنوا الحكومه ان شاء الله القرار اللي خادو يكون باذن الله يكون في المستوى ووليداتنا يقراو، هادشي اللي كنقول. ايوا هادشي ما كان، انا خدامه ولكن جيت معطله، جبت ولدي نشوف شنو واش كاين شي قرايه ولا ما كاينش، ودابا سمعنا هذا الخبر فرحنا الحمد لله، ونتمنى الخير ان شاء الله من هنا لقدام. احنا فرحانين بان وليداتنا دخلوا هذا النهار هذا من بعد الاضرابات الطويله اللي دوزوها، وفرحانين بان الاساتذه تفاهموا مع الحكومه، ونتمنوا هذا الشيء هذا يعني التعليم يكون مستقر. راه ولادنا ضاعوا لنا بزاف هذا العام هذا، ونتمنى يعوضوهم الاساتذه على هذه الايام اللي ضاعوا فيها. وبالنسبه لنا كامهات واولياء الامور يعني ضرينا بزاف في هذا الوقت هذا اللي جلسوا وليداتنا في الدار. كاين الامهات اللي ما قاريينش، كاين الابناء اللي ما كيزيدوش الدروس الخصوصيه، يعني الولاد ضاعوا بزاف بزاف بزاف. انا فرحانين وليداتنا رجعوا يقراوا، واش نقول لك، كانوا كتكون سنه بيضاء بزاف، ولكن دابا الحمد لله اللهم لك الحمد اللي رجعوا دابا يقراوا الحمد لله. ودابا الحمد لله من الحكومه تفاهموا بيناتهم وهذا الشيء، ودابا الحمد لله من الدراسه مشات الحمد لله. السلام عليكم، احنا فرحانين ان شاء الله ويرجعوا وليداتنا يقراوا على خير وبخير، الله يخلي لكم الصحه، الله يرحم الوالدين. تقهرنا بعض الاضرابات وما بقاش وليداتنا ضاعوا وما قراوش كاع هذا العام، الانسان يخلي الصحه ويرحم الوالدين.